قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان، ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا. نمضي في الدنيا بثبات وعزائم نهدي الإنسان، ونسوق الخير لأمتنا في كل بناء تلقانا، ويضيء طريق مسيرتنا قبس من نور زكانا، قبس من نور زكانا. في نشاط من أنشطة مهرجان القرآن الكريم لإقليم العرائش في نسخته الخامسة، وخير ما نفتتح به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ محمد أيوب عاصف، وقد أتانا من بعيد من مدينة الضباط لندن، وهو يحمل دما مغربيا لأنه من أم مغربية وأب باكستاني، نشأ وترعرع بالمهجر، وهو من مواليد سنة 1995 للميلاد، إذا زال شافا في 20 من عمره حفظه الله تعالى وبارك فيه. فليتفضل مشكورا بإذنه مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الملك السماوات والأرض والله على كل شيء. يذكرون الله قياما
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. محاضرة هي فريدة حقيقة في موضوعها، وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى فريدة في طريقة تناولها مع موضوع مميز يدور في عموم محوره في القرآن الكريم ودوره في صيانة المجتمع من خلال عنوان مميز وهو مقاصد القرآن الكريم وآثار تنزيلها في حماية المجتمع وتنميته. ينبغي لهذا الموضوع الفريد رجل فريد بحق، وهو الأستاذ الدكتور سعيد محمد الكملي حفظه الله تعالى، وفي الحقيقة غني عن التعريف، فليتفضل بإذن الله تعالى مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لكم حضوركم والقصر الكبير، هذه أول مرة أنزل فيها، وأنتم تعلمون أن ما ينطلق به الإنسان من تصور عن موضعه إنما يكون أثرا لأول ما يلقاه من تبقى، وأحسب أنه سهل عليكم تصور ما أنا منطلق به إذ أرى هذه الوجوه التي خلوها هذا. قصر كبير مستحق اسمه، صغير بجرمه كبير بفضله وفضل أهله، وأنا سعيد بهذه المناسبة التي بسببها لقيت ناسا كنت أود لقاءهم، وأجدد عهدا بناس كنت ألقاهم، وأتعرف على ناس أحسب إن شاء الله أنني سألقاهم. الموضوع الذي اقترح علي أن أحدثكم فيه مقاصد القرآن الكريم وأثرها في تنمية المجتمع وفي الحفاظ عليه، وهذا ترون أنه عنوان من جانبين، المقاصد فقط القرآن ثم دور هذه المقاصد في الحفاظ على المجتمع. وأنا لست أجعل كلامي في نقطتين ولكن أخلط بعضه ببعض، لأن إذا فطنت إلى هذه المقاصد واستبطنتها واستنبطتها وأبرزتها كان هذا حفاظا على المجتمع. لكن أنا أحب قبل أن ندخل في هذا الذي أتينا أن نتصور ما هو ما هي هذه كلمة المقاصد التي كثر الحديث عنها. ما هي مقاصد؟ هذا جمع مقصد وجمع مقصد. ما الذي تقصده من مقصد أو مقصد؟ هذا مصدرين من القاعدة الرابعة التي ذكرها ابن مالك في لاميته بقوله من ذي الثلاثة لا يفعل له في مفعل لمصدر وما به فالعلي عن الأقل. هذا الوزن لأسهل على من يستوحش من الصرف ولا ينبغي أن تستوحش منه. هذا الوزن وزن مفعل يدل على ثلاثة أشياء، يدل على المصدر ويدل على ظرف الزمان ويدل على ظرف الزمان. تقول المغرب مغرب الشمس إما موضع غروبها وإما زمان غروبها، وتقول مثلا رميت مرما كأنك تقول رميت رميا، تريد المصدر حينئذ. فما الذي يميز؟ هل تريد المصدر أو تريد ظرف الزمان وظرف المكان؟ أحيانا الذي يميز هو الكلام، هو سياق الكلام، وأحيانا الذي يميز هو
هو حركة العين مفعل أو مفعل. وهنا تميز بهذه الحركة لأن هذا الشعر قصد يقصد. قلت لكم من القاعدة الرابعة، ما هي القاعدة الرابعة؟ هي كل كلمة ثلاثية ليس واوية الفاء ولا يائية اللام ومكسور العين المضارع، هذا هو قصد. ليس واوية الفاء وليس معتل اللام وهو مكسور العين المضارع. فإذا أردت المصدر تقول مقصد بفتح الصاد، وإذا أردت ضرب الزمن أو ضرب المكان فإنك تقول مقصد. فالمقصد هو جهة القصد. ما هي جهة القصد التي يقصدها القرآن؟ كلام العلماء على مقاصد القرآن متنوع. أبو حامد الغزالي يتحدث هكذا عن مقاصد القرآن ويجعل منها مقاصد مهمة ويجعل منها مقاصد متممة وغيره، لكنها كلها ترمي إلى نحو غرض واحد، وهو أن هذه المقاصد يمكن إجمالها في ثلاثة مقاصد. الأول أن يكون القرآن هدى للناس. الثاني أن يكون القرآن آية معجزة دائمة على صدق الرسول المكذب. والمقصد الثالث أن يشتغل الناس به وأن يعبدوا الله بتلاوته. وسأتناول هذه المقاصد الثلاث على نحو من الإجازة. المقصد الأول أن يكون القرآن هدى للعالم، هدى للناس. كيف؟ كيف يكون؟ جاء القرآن مصححا للعقل، جاء طالبا تزكية النفس، جاء طالبا عبادة الله، جاء طالبا إقامة العدل. صحيح العقائد، يكون القرآن هدى للناس بأن صحح عقائدهم في الله عز وجل، لأن أمرهم بتوحيده ونهاهم عن الشرك. وهذا شيء لا أحدثكم عنه، أنتم حديث عهد في صلاة في تراويح سمعتموه في آذانكم كثيرا ما ردده القراءة عليكم. دعوة الأنبياء إلى النعم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله بسم الله. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الرسول كله تسمع العقيدة لله تعالى، تسمع والعقيدة تنتج تصورا والتصور ينتج عملا. إذا صححت العقائد صحت الأعمال التي تروج للناس. تصحيح العقائد فيما يتعلق بالرسل، الرسل ذكر القرآن أنه قامت الحاجة لأن يبعثوا. قال ربنا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. المفسرون أقوال في هذه الآية، لكن من جملة هذه الأقوال هو أظهر عندي أنهم كانوا أمة واحدة على الدين، على الحق، على التوحيد، فاختلفوا وتفرقوا شيعا وأحزابا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قامت الحاله في بعثه هؤلاء الرسل فبعثوا. فلما بعثوا بعثهم الله عز وجل من جنس من بعثوا اليهم، فكان هذا سببا في ربهم. قالوا ابعث الله بشرا رسولا، لماذا تستحق انت ان تبعث من بين الناس وتدل عن بين الظالمين وليه وصفك نبيا فقط؟ فرد الله عليه هذا كان مانعا لقوم كثير من ان يدخلوا في الدين. ابعث الله بشرا رسولا، ما نراك الا بشرا مثلنا، والى اولئك اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. فماذا قال الله؟ ان قالت له رسولكم
إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه المثلية ينبغي أن تفهم. قال هذا علماء العلة وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت تقول به حجر كبير تقول لي حجر ولكن أهو حجر كحجر. وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. وهذا بهذا رد أهل الإسلام على أهل النصرانية لما ادعوا أن الرسل أن عيسى عليه السلام إما إله وإما ابن إله. حينئذ تطرق لأهل النصرانية على علمائهم الحجة كيف يقتل كيف يفعل الإنسان ما يفعله الإله أو كيف يفعل الإنسان ما يفعله ابن إله. هل تطرق بأن تفعل فعل الإله؟ ولكن لما كان بشرا تستطيع أن تفعل وتتحقق الأسوة. ثم بين القرآن أنه لا يستوي عاصم للرسل وطائع لنا. أفلا نجعل المسلمين كالمجرمين أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. هذه أن رب الرسالة أن يستنكر كيف يجعل الزواج لا يستوي أصحاب الله الذين عصوا الرسل وأصحاب الجنة الذين أطاعوا. صحيح تصورات والغريب أن هذا الشيء هذه أمور مشتركة كاملة حصل الاختلاف ولم يقرصوا. كيف يستوي من جاءه كتاب يتكلم عن هذا ومن لم يأته كتاب يتكلم؟ تجد على عقائد الهنود عند النصارى تجد عندما تقرأ أسفار التوراة تجد أشياء عجيبة. كيف يتصور اليهود أن الله عز وجل ينزل أرضا ويصارع إسرائيل في الجلدوية والأعجب من هذا أن إسرائيل يغلب الله عز وجل ولا يدع منها حتى يأخذ منه إسرائيل لما عرف أن الرب يأخذ منه عهدا بأن يبارك الإسلام. قلت تتصور عهد من هذا الرجل رجل فيه تتبع به نسجل العهد تعالى الله عما يقولون عنه كبيرا. هل يستحق ذلك؟ عقائد الرسول صحيح العقائد في اليوم الآخر. كما ذكر لنا ربنا كانوا يستبعدون أن ينشر الرميم صار ينشر كيف يعود وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم يذكر الكره في سبب مين أسباب نزولها في الكره لكن الذي أثار في النبي صلى الله عليه وسلم بعظم يكاد يصير ترابا غبارا فدقه بيده ثم نفخ فيه فطار له غبارا وقال أتزعم أن الله يبعث هذا الشعور؟ قال نعم يذكر النار وهذا يذكر في سبب نزول هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال منك العظام يا رب. هذا إنكار البعث. القرآن سلك له مسالك جدا. لما نحن نتحدث عن التوحيد الأصل هذا هو الأصل في الناس أنهم كانوا موحدين. ذكرت لكم قول الله تعالى كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كانوا موحدين ثم اختلفوا. وهذا الذي يحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم فيما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه الحديث الطويل المعروف وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هؤلاء الحنفاء كيف يتصور على ذلك أن ينكروا البعث؟ لما جاء هذه أنكروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحكي عربي وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. القرآن ماذا يعني؟ يخاطب هذه الفطرة المجتالة يردها عن هذا الاجتهاد.
بالحجج العقلية. يعني عندما تنكر أن الله يرد، أيما أبعد في تصورك، الإنشاء من شيء أو الإنشاء من لا شيء، أيهما الأبعد في التصور؟ أيهما الموغل في الاستحالة عندك؟ إذا كنت تحيل أن الله تعالى يردك فكيف أنشأ؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهنا قضية، هل الله عز وجل فيما تدرسون من علوم الحقائق يوجد عليه شيء هين وشيء أهون من ذلك الشيء؟ الله عز وجل هل يفعل بعلاج أم يفعل بكون؟ إنما قولنا لكن إذا أردنا أن نقول كن، هل تكون كن أهون من كن وكن أشق من كن؟ ففي هذا وهو أهون عليك. يقول تفسيرات عن الكعباس رضي الله عنه تفسير لغوية ظاهرة، وأنا لا أدري حتى حقيقتها عن ابن عباس من صحاح عنه رضي الله عنه، لكن أهون عليه فيما فيما تحسبون في حسبانكم. الله تعالى الذي يفعل بكم لا يفعل بعياله، وهو أليس أهون أن يعيد من أن يبدأ؟ طيب أنت لا تدور كله، أنت لا تذهب كله، يبقى في بعض الشيء خطاب عقلي آخر. أنت تزعم أن الله تعالى يرزق، هذا الذي أنشأ هذه الأجرام الهائلة ليعجزه هذا الجن الصغير؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يفعل؟ إجرام تتراه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يفعل؟ الجواب هو لا تجد مهربا لأن تجيب بها. لا ثم يزيل بعض الإيهام، الإيهام في أن أولئك الذين يقرون ببعث من المشركين قالوا نعم نبعث لكن يشفع فينا شفعاؤهم. ما شفعاؤهم؟ آلهتهم التي هم. قال لهم الله تعالى يزيل عنه هذا الإيهام، فما تنفعهم يومئذ شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا ينصر. في سنة الأوعى سنة العقل هذا باب يكون من القرآن هدى، باب آخر يكون من القرآن هدى. عندما نقول تزكية النفس أي بالقرآن، أن يكون القرآن هدى تهدي الناس بالقرآن. قد قرر ربنا شيئا في القرآن العظيم هو أنه لا فلاح للنفس إلا بالتزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. قال ربنا وقد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. قال ربنا جنات عدن يدخلونها تجري أنا جايب راس الطوبة ما كون سكتوه أي هي في الأخر يا ولد يا جنات تزكى. أحسن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جزاء من تزكى لا 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 يفلح إلا زكي النفس. باش بقرآن وقدمنا لنا ربنا أن التزكية لنا يثمرها رسول الله وآيات الله، آيات الله متلوة ورسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه والاعتصام بها يثمران التزكية. عندما يقول ربنا حاشيا دعوت إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب والحكمة والدين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. رسول الله يزكينا وآيات الله. مباشرة على النار. هنا شوف شوف اللطف العناية لهذه الأمة أنه يريد بك شيئا ثم يشرع لك ما يقودك إلى ذلك الشيء. ماشي كيقول لك بغيت تتزكى وسير نتقلب على التزكية في كرة الله كل واحد يقول لك ماشي تتزكى. لا بغيت تتزكى وهاشنو دير باش توصل للتزكية. يشرع لك شرائع إني اتبعتها وصلت إلى التزكية التي بها تبلغ لي الفلاح. الزكاة شرعت الزكاة. قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شرع لي ليش؟ باش توصل للتزكية. أنت توصل للتزكية ولا توصل للتزكية غتفلح إن شاء الله. قال ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول ربنا في أدب الاستئذان وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يشرع لك ما فيه تزكيتك مما يكون به القرآن هدى عبادة الله. القرآن يأمر القرآن تكرر عليك أنك خلقت لتعبد فإن لم تكن من جملة العابدين فما فعلت ذلك الشيء الذي خلقت له وما خلقت هذه الآية في قوانين الناس أنا أحب أن تنظروا فيها إلى صيغة الحصر. لم يقل ربنا خلقت الناس ليعبدون. قال وما خلقت ما قال ربنا خلقت الجن والإنس ليعبدون ولكن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا إلى صيغة الحصر. يا أخي بغيت تبيع زرع البطيخ إلى أن يكفي العبادة. من أكثر إلى أن يكفي ربنا تخبيط فيها خلقا. لا ماشي هذا حق المولى. لن تخلق يا العرب يفهمون هذا. لو قال ربنا لهم خلقت الجن والانس ليعبدون لفهموا لنعبده ونفعل شيء اخر لكنه حصرهم في العباده وحصرها فيه. عندما تطالع القران اول امر يطالعه وتطالعه هو الامر العباده. افتح القران تذكر أول أمر من الأوامر الإلهية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم أول أمر فأين يصلح الناس؟ وأحيانا قد يجيء التعبير عن عبادة التقوى لأن العبادة تثمر التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ثمرة العبادة فأحيانا يجيء الأمر بالعبادة معبرا عنه بالامر بالتقوى مجازا من باب التسميه من باب اطلاق المسبب على السبب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا كيف اتقوا الله؟ هذا عندما يقول ربنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما اتقوا الله اعبدوا الله لعلكم تتقون كما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم لعلكم تتقون. فامرك امره اياك بالتقوى وامره اياك بالعباده الموصله الى التقوى. ولسنا ببدعين من الامم ما كنا بدعين الامم. كل الامم بعثوا بعثت رسلهم اليهم بهذا الامر بالتقوى. كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله. كذبت عبد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وأجمل ربنا هذا كله في آية واحدة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. العدل يكون القرآن هدى في أن
يقام في الأرض ليراه البر والفجر ويفرح به المرء. من أعجب ما سمعت من التفسير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا جرت عادة الناس بتفسيره بأنه بحديث معروف: لا يلومن هذا الدين وما بلغ لا يلومنها حتى لا يبقى بيت وما بري ولا مدري تأتى الله الدين. الله عز وجل يقول هذا مما كان يقول الشيخ الأمير الشيخ قدر رحمه الله على أن القرآن أحيانا في الآية ما يدل على تفسير المتعلمين فيها. عندما يقول الله تعالى: ولو كان المشركون، معناه أن القرآن سيصير حاكما وهم كارهون ليسوا مؤمنين. الحديث يقول قضية المؤمنين يكره القرآن ويكره حكم القرآن، هذا الذي يكره مستهدف به. وربنا قال: ولو كان الكافرون ولو كان المشركون، يعني سيكرهونه هم كارهونه لأنهم كافرون به مشركون به، ولكنهم يلجؤون إلى قوانينه. هذا الآن نراه الآن نراه بأعيننا. لم يتكلموا الآن على الاقتصاد الإسلامي، المعاملة الإسلامية، شو تتكلموا على الإنجليز، تتكلموا على فرنسا. وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية قديمة أحضرت رجل العلماء المسلمين تعرفون الشيخ عبد الله بن، وأحضرت له رؤساء الشركات ورؤساء الأبناء ليحدثوا عن الاقتصاد الإسلامي. شو حدث يا أخوان؟ يعني يلجؤون إليه، يأوون إليه، هم كارهون لهذا الإيواء، ولكنهم لا يجدون ملجأ إلا إليه. إقامة القرآن بين الناس، إقامة فلك العدل، تنبأ الأرواح منه. والمسلمون يعني ماذا أقول لهم؟ قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. وتجلى هذا أعظم تجلياته في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم. رسول الله الذين روي عن أبي ذر على أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي، فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، أنت تقول لصاحب الحق مقالة، والأخاني يا رسول الله، دعوه ثم لا يجدون له داك الشيء اللي خصو يعطيه، السن اللي خصو يعطيه، المتخصص اللي خصو يعطيه، هذا ما طوال. قالوا: لن نجد الا امثالا من السن التي لك. فقال المجوس: اعطوه فان من خياركم احسنكم قضاء. من اعجاب ما تسمعوا ما يروي مالك في موطئه عن سليمان بن يسار، طبعا هذا مرسل بن يسار تاجر، لكنه مشهور بن حبان بن أن عبد الله بن رواحة كان يأتي خيبر يخوف له. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب خيبر أراد إخراجه من حارب اليهود خيبر أراد إخراجه من خيبر، قالوا: دعنا نبقى على الأرض نعمل فيها، أصحابك ليسوا بعاملة في الأرض فنعمل فيها نعمل فيها، وما ما يكون من ثمارها فعلى نفس بيننا وبينهم. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه منها عمر. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يذهب ويخرص عليه. ما هو الخرص؟ الخرص هو أن يأتي إنسان يسمى الخارص، يأتي إلى النخلة مثلا، النخلة ما زالت لم تثمر، هذا الذي فيها ليس كمرجع مثلا يكون رطبا، يجي هذا الخارص ويقول: هذه التمرة هذه النخلة تعطي كذا وكذا تمرة، بس مش عارف ما زال ما أعطاه شيء، هذا هو سمة الخرص. ويرتب على ذاك الذي خرصه، يرتب عليه الزكاة، يرتب عليه الخراج، يرتب عليه هذه
المزارعة التي كانت بين رسول الله وأهل الخيرات. فكان عبد الله إذا راحت هو الخالص فكان يشد عليه يعني ما الحكي فشدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل شكوى؟ فأرادوا أن يقتلوا الخالص فجمعوا له حليا من حلي إسرائيل وقالوا له هذا لك وخفف عنه. فقال يا معشر والله إنكم لأبغض خلق الله إليكم وما ذاك بحاملي على أن أحلف عليكم. تكرهكم وما تكره حاجة تنمو ولكن ما رضوكم شيء تكره. أما ما عرضتموه من بشوات فهو سحت لا يأكله. فقالوا بهذا قامت سنة الأرض. في ابن حبان لفظ ابن حبان الحديث أنه لما عرضوا عليه الرشاة قال له يا أبا الله تعرضون عليه السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليه ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحلمني ذلك على أن لا أعدي عليه. فقالوا بذلك قام السماء هو ما فعل بعد وما الذي حمله على أن يعدي تمسكه بذلك ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا يعدي. مما المقصد الثاني المقصد من عاجل كلام وجود إعجاز كثيرة كل أنت زمنكم هل تسمعون كثيرا من المعطيات إعجاز علمي إعجاز رياضي إعجاز عددي إعجاز لكن لعل النوع الإعجاز الذي لا يدركه أكثر السامعين هو الإعجاز اللغوي لأن هذا لا يدركه إلا أهل الصناعة. لكن أحب أن أحدثكم عن هذا النوع من الإعجاز لأن الآخر تسمعون كذا نظرية كذا نظرية كذا هل الإعجاز اللغوي أحدثكم عنه حديثا يفهمه عامتكم ولا تنبو عنه خاصة. القرآن أتقاومان كما قال في الشعر أنا بلعوبات الضيم من آل مالك كانوا أوبات فكانوا يقول المذهب يقولون يقول قائلهم ولا يقيم على خسف يرامونه إلا الأذلان عير الحلي والوتين. هذا ما قلت لا يقيم يعني خسف حمار خيمة الله والوتين اللي تضربون إلى خيمة لأن هذا التم تضربون ما تتكلمش والحمار أكرمك الله تضرب تتكلمش. أما عدا هذين فلا يوجد في جزيرة العرب من ير... من ي... من, ي... من يعني يرضى بالخسف ويقيم على الفول حتى الهيمة حتى الجبل هو ديال الجزيرة العربية وكيقولوا راه الجبل فيه حسيبة إلا في شي حاجة يخرج منها. هكذا هذه البيئة التي طرأ على القرآن. ثم طرأ هذا القرآن وهو كلام على قوم يزعمون وهم صادقون أنها صناعة أساطير الفصاحة أقيال البلاغة يقولون نحن صناعة الكلام جاءت عندنا طرفا تعرفون سقع الكهرباء والجنة وفي المجاز وهذه أسواق كلام وهذا شيء استمر حتى في الإسلام. اسمعوا المرد هذا موجة لإناخة البعران. أنا أدركت مثل هذا في مدينة السطات ما أدري هل يوجد عندكم مثل هذا في هذه الأماكن لكن كانوا في السطات يسمونه الفندق. ما هو الفندق؟ هو موضع بحال باركينغ كما قلنا في البريك أصحاب القوات يجيو لمدينة السطات اللي عنده شي كروسان اللي عنده شي خيش كذا تيجلسوا تما وتمشيو واحد عائلته كذا ولما يرجع كنعرفو شو سميت؟ هذا هو المربد عند العرب. لكن المربد اشتهر بأصحاب الشعراء حتى أنه كان من أقرته العرب بأن كلامه أعلى أنواع الكلام
هذا الترك كان يجعله محكما من هؤلاء النابغة الدميان. هذا الترك تنصب له الخيمة في السوق فيجلس بها ويأتيه الشعراء يمرون أمامه. اسمع أبا أمامه اسمع. فيقول الشاعر قصيدته: فإن أعجبت النابغة قال ودعها، وإن لم يرها النابغة مرأى الرضا. ونحن أدركنا من حدثنا عن مثل هذا في بعض العلماء، كان رجل العلماء المتأخرين من المالكية ممن كان من قرون العلماء الحاضر، وكان له ابن مثله في العلم، وهذا الابن كان يحب أن يوري أباه أنه شاعر، فكان يبعث يكون قصائد إلى أبيه، فالأب يقرأ القصيدة على الطلبة ثم ينزلها، ومع أن كلها جميلة قصائد لكن ينزلها. إلى أن دخل الفرنسيون، لما دخل الفرنسيون أنشأ ذلك الابن القصير. حما تبكيني إن في نسارى أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتهم تداركوه وإلا يستقي السيف البدار. ثم قرأ الوالد قال تلاميذ الآن قال صاحبكم الشيخ، وهذا محكم. النبي قال يأتيه الأعشاب ميمون أذيع على وصف، تأتيه الخنساء أذيع أذيعي، فيأتيه بعد ذلك أحسن ذلك فيشيل قصيدة فيقول له النابغة: لولا الأعمى والخنساء لفضلتك على أهل الموسيقى كلهم. اغضب حسان مع أنه يثني عليه، لكنه رضي قدمت وصرفت دينك عليه، فغضب وقال للنابغة: أنا أشعر منها ومنك. يا رب هذا لن يستفيد زي ما يرى. وقال له: يا ابن أخي إنك لا تحسن تقول حلفت فلم أتوا في نفسك مذهبا وغيبة وليس وراء الله المرء مذهب. فسكت حسان سكت، معنى أنه أقر بأن هذا الطراز من الكلام أعلى مما يقوله هو. معنى هذا أن الأذن العربية أذن تذوق هذه البيئة العربية. يأتيها القرآن بين أن تزعمون أنها لصناعة القرآن الكلام فأنا أتحدث. شو قلت لها شو؟ يتحدى قومنا كلهم يسمون لنا يأذون الطيبين كلش. أنتم ما عرفوا الحرب دار البسوس ناقة قتلت. ناقة قتل فيها مقتلة حتى يقول أهل التراجم والسير صارت عظام القتلى كالكثمان من الرياح. عظام القتلى يساوي ناقة. علاش؟ لأنه مثير ضرائب. هذه الناقة ديال السيدة جات عندي وتمشي في الكلام. ولا تسلم ولا يسلم أهله. يجب القرآن يقول أن يقولوا تقولت بل لا يؤمنون. لم يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والمشكلة أن هذا التحديث مثل لا يهمسه هو الإنسان، إنما يصدع به صدعا، يجهر به جهرا. أنا ما أقول شيء، نقول صار ماشي، أنا أقول فليأتوا إيتي بالقرآن، فليأتوا بحديث مثله القرآن، ما استطاعوا، فبدلهم الحال. أهم يقولون قل فأتوا بعشر سور مفتوحة، يا شيخ على الله، وجيب لي غير الحق قل والله أحد إن أعطي لك كوسة، ما تجيب حال بقى، تلقى سور. والغوالي ما قدروا، فزاد من دلوا بحمل أخار لهم إلى آخره. فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون يكون مسلم. عرفت العظيمة العظيمة الثالثة التي فتحت في الأخير هو أنه صرح لهم عند التحدي أنه لا يستطيع. هذا أدعى إلى أن يفعلوا. قال لي حتى يقول لي شو معي؟ لكن أنت راجل دير وراك ما قدرت وأنا خصو يدير ولا لا؟ يقول ما غادي دير لا ما درت لا ما شو النتيجة. فإن لم تفعلوا ولن هذا ماذا فعل قصدي؟ ماذا فعل؟ تركوا هذا السهل الهين الذي يزعمون أنهم
الذي فيه إتلاف المنهج وقتل السراوات حروب. لما المعارضة سهلة، لماذا تتركونها وتجبنها إلى الاختصاء؟ ولما رام بعضهم للمعارضة أتى بالمضحك والخبزة بخبزة وسلم هو عبر قال والطاحنة طحنة والعاجنة عاجنة والخبزة خبزة فاللاقينة لقمة والثاردة فردة. قال بعض الأدباء العلماء قرآن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على تقريره وقرآن المسلم أنزل على بطنه. وقال له قال أوتيت أيضا سورة الفيل. أي كل ناس يسمع سورة الفيل، الفيل وما أدراك من فيه له خرطوم طويل من ذلك من خلق ربنا لقد الله يعلم ما يحشي. ما معنى هذا؟ هل تعرفون متى تستعمل بما أدراك؟ ما كذا ما كذا ما كذا هو تقريب للشيء غير مرئي غير مدرك للحواس لذا تصوره أيها المخاطر الحاقة. ما الحاقة؟ وهي صورة ما وما أدرك من يوم الدين. هي صورة شو واحد شو شاشة في يوم الدين ورجع بلا لكنه يصور لك ذاك الذي يدرك حواسه. طيب تقول ما أدرك من يوم لا فرقون قوي كيف أدرك؟ رأى كيف أدرك؟ أنا أدري واش تقول لي الذي أدري؟ ما أدرك؟ أنا أدري أرى. ولكن يذكر أن أهل الحديث طبعاً كلها إسنادا لكنها مشهورة في أهل السير يقولون إن عمر بن العاص رضي الله عنه لما ذهب إليه فقال أسمعني بعد هذا الذي تقول ما أسمعه. قال له قال عمر بن العاص والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. فلما عرضوا أتوا بالمبكي وأنتم ما زلتم تضحكون منه. ولذلك لما سمع هذا لما قتل مسلما وأخذ بنو حنيفة فأسلموا وعاودوا وتابوا وقال أبو بكر رضي الله عنه أسمعوني هذا الذي كان يقرأ عليكم. فقرأوا عليه بعد ما كان يقولهم قال له أبو بكر رضي الله عنه والله تعلمون أن هذا ما يخرج من إيه يعني ما يخرج من هو هذا ليش يكلم الأنبياء كيف تفعلونه كيف يفعلونه القرآن باقي حجة معجزة. عندما يأتي مستشرق يقول القرآن في الغرب ما يعطي هذا الغرب أنت ليس لك ذلك الذوق العربي قيد العربي على القرآن العربي ولكن ما تكسب في هذا الوقت لا قد أفلح والذين هم للزكاة فاعلون هذا خطأ لأن العرب لا تقول أنا أفعال الزكاة العرب تقول أنا أزكي والقرآن يقول والذين هم للزكاة فاعلون هذا قد احتقى لحتك ما قد أكون أتيك بالكتابة المقصد الأخير الذي أحدثكم به هو أن يشتغل الناس بالكتاب وأن يشتغلوا بالكتاب ولم يفهموا فاتبع ربنا سبحانه الأجور على تلاوة كلامه على التعب من طراز الأعلام والكلام ولو من غير الكلام وقد ألقنا الناس أنا رأيت هذا الرجل بأم عيني رجل من حملة كتاب الله ما رأيت قط رجلا تلاء لكتاب الله كذلك تكون جالس مع الناس تقول لهم شهيد خمسة شهيد خمسة قال لي مرة وقد يعني أطلع على مئات قال يا سيدنا أنا مثلا في الغرش بدون قال أنا كنت في مشهد واللي تيجيني حلو قال يا ذوقه تيجيني حلو أنا شهدت منه موقفين عن البيت هذا الذي اشتهي لاهيش قال لا يزال قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كهوات عليك أخبرني بشيء أتمسك به حاجة واحدة أتمعي لا يزال الإنسان كهوات قبل بذكر الله ولا يتقرب الى الله لاحب اليه مما خرج منه وكلامه الموقف الاول الذي كنت منه انه انا قلت لكم بلغ يعني قارب المئه فمثل هذا ابناؤه صاروا اجدادا بل حفادته صاروا اجدادا
مات أحد أبنائه فذهب في من ذهب للمعزيه فكان مسكين يحبني فأجلسني بجانبه. وتعرفون أنتم الناس جالسين وحتى الناس يتكلمون كذا وهو المفقود هو المرز الموزع هو فعل ذلك. فحالت مني التفت إليه فرأيته يتمتم بشفته فأدنيت أذني بفمي فسألته يقرأ قول الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولا عليك إلى الله بدينه وسراجا منيرا ومبشر المؤمنين الأمين. اختمها وعيدها اختمها سبحان الله ولا أحد داعي هو اختار مع المؤمنين فيه جو كان هذا الرجل مكتمل أنه مرض مرضا ما شككنا جميعا أنه مرضه الذي يموت فيه. فذهبنا نعود بلا جمار لما وصلت ماذا أرى؟ أرى جثة ملقاة إلا أن النفس ما زال يصعد وينزل لا يفيق لا يأكل لا يشرب وأكرمكم الله حالة الإنسان يقضيها في محله تمت لا يعني شيئا من حوله. هذا هو الوضع الذي رأيت بعينيها ثم رأيت الفم يتمتم بالقرآن والله الذي لا يرى شيء بعينيك الرجل مكين العقل مكين الإنسان مكين وجثة أكبر قرآن يقدر الله تعالى أنه لا يموت في مرضه لا فأبل فذهب عن الظروف فقال لي هو بإنسان بل يقول لي رغبتي في جلدية أنا رغم عقش ولأني هما في جلدية فإنني كنت مريض كنت أقرأ يقع الكلام فليقول فيا موتوزا أنا بغيت الجلدة بغيت هل يثبت الله لله قلت له بالفعل هذه تشوف فيها غيبت في خطوات ويبعث الناس على من يفعل بهذا كله. قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هم خير مما قال تفسير فضل الله القران ورحمته ان جعلكم مؤمنين نسال الله ان يكون شكرا لكم. الا يمكن ان يكون هذا شيخنا حاجزا بين اللب المقصود في القرآن الكريم يعني هداية الدنوة إلى آخره لأن إذا رأينا هذا الجانب وقد ذكر بعض العلماء هذا كان رشيد في مقدمة تفسير المنار أنه يكون ذلك حاجزا بين ما هو مقصود بالذات في القرآن الكريم وهو هداية من الخلق لأننا إذا اشتغلنا بالجانب الآخر سيكون هذا عائقا. لا تشكر الله يرحمه هذه القضية قضية أنه قد تكون هذه الجوانب صارفة عن الأهم الذي هو القرآن وهو الهداية. هذه القيادات في حق الرازي ابن لما كثر من تكلم عن العلوم والعلوم هذه العلوم التي كانت في عصره قيل له صرف القرآن عما هو له من الهداية لكن في الحقيقة أنا أحسب أن هذا فيه شيء من الإجحاف. لماذا؟ لأن الهداية لها أسباب وكل يأخذ منها الأسباب. بالنسبة لهذا الإعجاز العلمي مثلا كم عرفنا من الناس كان سبب هدايته هذا النوع من الإعجاز. المهم هو أن يقبل الناس على الدين مفروض لكن بأي مسلك يسقطون إليه بحسب ما هو مهيئ له في كل واحد هؤلاء المفكرين. ألا يمكن سؤال ألا يمكن أن نأخذ يعني أقساما يكون الاتفاق عليها؟ لكن هي عموما ترمي نحو أثار البلاغة كما يقال. عرفها الغزالي تعريفا ملخصا ممتازا. قال قرآن جاء ليعرف بالله تعالى وليعرف بطريقة السلوك إليه وليعرف بنتيجة هذا السلوك. منهم من يعبر عنها بالهداية منهم يعبر عنها بالمعرفة ومنهم من يرى أن هذا مقصد الوعيد وأنه يذكر معه
وأنا أستخدم صفة أنه يستطيع أن يكون سؤالي السلعة على صحيح العقائد. سؤالي هو ما الفرق بين عقيدة الإمام الأشعري وعقيدة الإمام مالك؟ أنت تسأل عن عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام الأشعري. الإمام مالك متكتب حسن الأشعري جاء بعد الإمام في يعني 150 سنة هذا 379 و 321 ثم الإمام مالك ما له تصنيف بالعقائد إنما له إشارة أو إشارة يعني قليل جدا لأن الحاجة في وقته هو لم تكن ما كان الناس محتاجين إلى تصنيف كتاب في عقائد أبو الحسن الأشعري صنف في العقائد لكن له تصنيف عندما تقول تعقيد أبي الحسن الأشعري هل قد يأتيك إنسان يقول لك أنت تتحدث عن أي طول من أطوال أبي الحسن الأشعري مفهوم عندما تقول عقيدة الأشاعرة هنا فرق أبو الحسن الأشعري له ثلاثة أطوال له طول اعتزالي له طول عقلاني خلط بين الاعتزالية والأثرية وله طول أثري يقلد به الإمام أحمد الآن هذه الأطوال اتفق الناس على تقديم الطول الاعتزالي هذا كان أول أطوال آخر أطواله اختلفوا الناس به كنت يقول لك هو وقت الإمام أحمد كنت يقول لك لا هذا الطول الثاني الطول الثالث هو المزج بين 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 النظرين وهذا كله لا يمكننا من أن نجيب عن الفرق بين عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري لكن أقول لك اختصارا إنها عقائد أهل السنة وبالنسبة للناس بالنسبة لهذه القضية في العقائد كلام لا عقائد كلام ذو جانب كلام مفصل هذا ليس موضعه محاضرات عامة هذا موضعه الكلام مع طلبة العلم في درس العقائد حتى مع طلبة العلم في درس الفقه شي واحد يتكلم معك العقائد تتكلم عشان يقول لي ما تسمون تخلي واش درس العقائد واش تتكلم في الفقه هذا درس فقه هذا درس حديث هذا درس منطق هذا درس من درس عقائد الكلام الإجمالي عقائد وعجائز نسبه عجائز صرف هذا هو الذي يصلح هذا الشيء مفهوم أريد توضيحا فقط لكلام جاء لرسالكم فضيلة الدكتور وهو هذا كلام سميته من العامة والخاصة وخاصة الخاصة ونحسبكم منه إن شاء الله ولا أزكيك على الله وأنه حينما نقول حمار أتبعتموه به أكرمكم الله أو بهائم أكرمكم الله أو تلعامية حاشاكم فهل من الواجب أن نقال هذا الكلام علما أننا نعلم يقينا أن في كتاب الله تعالى حينما ذكر الله تعالى الحمار نجد فيه بأكرمكم الله فهل في مجال في السنة النبوية الشريفة أمر يجيب هذا وشكرا لكم أنا عدلها فهي تبعة النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح فاستحيى رسول الله أن يتوضح وكان ذلك إلى عائشة يعني ليس كل القرآن ينطق ولكن القرآن كما قال العباس إن ربكم حي كريم إن ربكم حي يكني ولا يسبح أحيانا مجامع الناس لا أنت سألت هل هذا واجب الواجب ما أوجبه الله وليس هذا واجبا إنما هذا من الأدب يستقبح الناس أن تواجههم بما يستبشعون سماعه من غير توطئة لذلك وهذا كان نحن تحدثنا عن العرب وقلت لكم العرب كانت لهم أذن ذائقة وكانت لهم نفوس راقية عندكم تصحابكم العرب كانوا عربية تمشي بالحفاظ ورجلهم مشقين يمكن رجلهم مشقين ولكن نفوس راقية ما سئل عن العباس هذا شيء طبعا في السيرة كان قال العراقي وشددوا في غير موضوع رؤون غير ذكر غير تبيين بحكم ورأوا بيانه في حكم العقائد لأن ما كانوا يتكلمون في السيرة لكن شددوا بطريقة ثانية العباس سئل فيما يروي عن السيرة أيكم أكبر أنت أم رسول الله قال رسول الله أكبر مني ولدت قبل رسول الله ماشي
هذا الرق. يعني ما يقولش هو كبر من رسول الله يعني، وخاله فيه يسأل لكن لفظي هذا شيء كان عند العرب. هذا 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 يسأل هارون الرشيد المازينية عن جمع نسوة. على إيش؟ على ماذا يجمع نسوة؟ على ما سوي؟ تسوي. هارون الرشيد يقول لي ما جمعوا كذا، اختلف يعني شو قصدي؟ قال يقول لي ما سويك، ما سويك، حد يقول لي ما سويوك. قال لي ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. تاني لهم تعجبوا. بلاد المعارف بلاد المعارف كيف هم تريدوا المأمون يأتيه بكر المازن من مازن تاني وهؤلاء يبدلون الباء ميما والميم باء ما يقولكش ما اسمك ايش يقول باسمك باسمك هذا دابا بكر المازني خلع على المأمون وقال لهم جيبوه الرجل في داره مع زيدته جابوه أجا عند أمير المؤمنين ما عرفتي جاب شي واحد عند أمير المؤمنين هكا كاين شي حاجة تطلع فلما دخل على أمير المؤمنين أراد أن يفرخ روعه حي دخل عليه فكلمه بلسان قومه قال له باسمك المفروض يجاوبه شو يقول لي هو سيدو بكر سيقول له مكر فكره أن يقابل أمير المؤمنين بالمكر فقال بكر وترك لسان قومه ففضل لها أمير المؤمنين الذوق هذا ما عرف ايوا شي كان في وقت راه فيه ينبغي ان يعرف حمل القران بصومه للناس مفطرون وبقيامه للناس نائمون وبتفكره للناس غافلون وذكرها الشاطبي رحمه الله في تهذيبه ان يقول هو المجتبى أي حامل الكلمة هو المجتبى يغدو على الناس كلهم غريبا طيبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضى شوف يعد جميع الناس مولا كلهم حسنين ماشي هو يشوف راسه حسنين كل شيء من أوائل الأمور التي أنا أدهشتني من أخلاق حملة القرآن أن كان واحد طالب يغسل على منكم هذا كان يميت هذا الراجل مسكين هذا اللي كان يقرا القران مسكين كان ماشي والصائم لو انا نكون معاه كنا باقي صغير ولكن غير مسكين بغى دخلت معاه تيرسلو شكون تيرسلو تيرسلو يوم جا واحد طالب معاه المدرب معاه خصهم شي صابون شي حاجه خصهم شي حاجه قال لي خصهم يسبوا الناس قال لي سير تجيبو قال لي سي طالب تيدخل في الماء بغا يخرج من الماء وحومة الدور والناس تكون على أي مدى طلبت يعني شو انت ما عليك قومة ولا انت محرم كاع الناس ولا انت رسول الله هذه الأوائل الأمور وقد قيل تقول الشاطبي لما تقول وقد قيل كون كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحه المتلبية تعز في هذا العرش يكفر في جماعتنا كل المكارم والكلب هذا القرآن يقول أن يكون فتنة لنفسه وفتنة لنفسه هذا هو ليكون حامل القرآن التدخل ديالي هو ليس سؤالا وإنما تدخل فالقرآن كما فهمت وكما علمني من علمني أجازه الله عنه فلم القرآن هو دستور إلهي فإذا اتبعناه وسرنا على نهجه بطبيعة الحال نصل إلى التنمية البشرية التنمية الاجتماعية وندافع بحقوقنا عن حقوقنا عن أنفسنا لكن ما يهز في قلبي هو أننا نقرأ القرآن وفي بعض الأحيان بعض الأشخاص لا زالت لديهم أفكار تميل إلى الميز تمييز بين المرأة والرجل فإذا بقينا على هذا المنوال على هذا الحال أولا نكون قد ابتعدنا عن القرآن وعن الدستور الإلهي ثانيا لا نصل إلى المقصد الرباني من القرآن لا نحقق تنمية
ولا ندافع عن أنفسنا ولا عن حقوقنا. فالمرجو أن نفقه القرآن ونتعلم القرآن ونسأل الفقهاء في القرآن ونسير على نهج القرآن كما أوصل الله سبحانه وتعالى وكما أوصل الرسول عليه الصلاة والسلام وكما يوصينا شيوخنا وعلماؤنا ولكم جزيل الشكر. هنا أشير إلى عنوان لكتاب شكيب أرسلان، لماذا تأخر المسلمين وتقدم غيرهم؟ وبهذا السؤال أسألك يا فضيلة الشيخ وشكرا. يعني أنا لا أحب الله، هل إن الله يعني في الحضرين، هل ترى هؤلاء قوما، هل حال قوم بعيدين عن الدين؟ يبدأون محاضرة دينية مملة، محاضرة دينية مقاصدة مقاصدة ساهل، وش حالكم درسي؟ وش حالكم درسي قبلني؟ مع أنه أنا أعتذر عن التأخير، النتيجة ماشي أسباب على كل حال، أنتم الله يكتبكم ناجح. هذا ولا أتكلم، حدثني من أتكلم بقصر، قال لي كانت في الشمبية كان واحد مهرجان ديال الغنى، قال لي كنت مغني يبقاو تيغنيو في السنتين وكاو يقطع من قلب مسكين ودخل فابور كنت بسيطة وكيف الآن. هذا المهرجان السي إدريس الله يوفقه وإخوانه وأعوانه وسائر المصلحين، الزحام عليه بسبب يعني هذا المهرجان غطى على الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، تعرفوا الغلو؟ الغلو على كل شيء، في موطأ ويقال في كل شيء وفاء وتخفيف، الوفاء مزيان، الغلو خايب والتخفيف خايب. ما هو الغلو هنا؟ أن الغلو أن المغرب مجتمع بعيد عن الدين، لا، المغرب مجتمع فيه تدين، فيه فيه ناس مزيان، فيه ناس يبغي الدين، فيه، وأختار لك حياة ماكسيم. وتحيد اللي ممكن فرنسا لا يجب واحد مثلا نترجم عليك يقولوا خص كون من كل شوية من كل حاجة شوية مش تدير واحد عالم، انت تتصور مش تدير عالم فيه غير الناس كي يقرأ القرآن وفي ناس مزيانين ما يمكنش، لا بدأ خص الخايبين وخص كذا وخص هاي باش حتى الناس اللي يكونوا تيجي في يقرأ القرآن يمشي يقول لهم تدير شو ما يشي خص. قالوا الله عز وجل من أسمائه الغفار، يا الغفار، هذه الغفار نسميه الله تعالى قبل كاع ما يكون يخلق الله شي واحد يذنب، قبل كاع ما تخلق كاملين الله تعالى من أسمائه الغفار، ماشي تخلق له ذنب عاد، ولكن لا بد من هذه الصفات المتجلين، كيف تتجلى إذا لم يكن من يهني فيغفر له؟ كيف يظهر من يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويسعون في إصلاح الناس إذا ما كان الفساد وسنة الله قاضية التدافع إلى يوم القيامة؟ مراتي الحق مراتي علو مراتي غير منهم ما تحضروش من تحضروش روحكم المغرب دا 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 مال المغرب بس والخوين مالهم مالهم الخوين كل شيء بحال بحال، يعني الناس فيهم مزيان فيهم الخير فيهم كذا فيهم كذا. كاين مهرجان القران انا كنت نسيت فيه وقلت لك نجي يعني احد مهرجان القران نطلب الله سبحانه وتعالى يشفع فينا ويرحمنا ويحيينا لأنه أنا إحنا تتألم هذا الشيء، لأنه في اجتماع فيه من فجور من فسق من منكر عظيم شنو هذا في الدور في ساعة هذا الشيء ممكن غير حتى الناس بحبابهم يتقاشوا عندهم يسمع وحدهم تو مسلم ويمشي معاهم، فكاين هادشي كاين هادشي. فإحنا نسأل الله أن يكفينا سواد المصلحين ويهدينا. المؤذن الأذان المغربي قد أذن، لا يسع لك الكتاب الا ان اشكر يعني كل من ساهم وساند دعم وعضد هذه المحاضره ونقص بذكر المحسنين واصحاب الايادي البيضاء الذين بذلوا ايديهم بسخاء لتفعيل انشطه من رجال عرائس السلام الاسلامي في القران الكريم، كذلك المغادر الاعلاميه هيئات الاعلام. قد أنزل ربي القرآن نور
للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. ما أحلى أياما في دوح الذكر قضيناها، مرت كالوبل سقى ربوا قد زكى النفس وأحياها. ما أحلى أياما في دوح الذكر قضيناها، مرت كالوبل سقى ربوا قد زكى النفس وأحياها بالري